الفراج قدم العبور، العبور الان تعبر الى المركز الثالث حسين بن علي بن فراج، ولكن العودة انفال على الصدارة. الغزيلة في المركز الثاني، انفال الغزيلة، انفال والغزيلة، رجل المفاجآت، رجل الامتار النهائية، الغزيلة غازل الكاس، غازل الكاس يا بن رماع، فتر ماحدا ينتزع الكاس، كأس الانتاج لسن اللقاية يذهب مع الغزيلة لمبارك بن جمعة بن مطر بن ماجد الخيلي. الغزيلة 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 الكاس للغزيلة، تهانينا لك يا فتر ماح. المركز الثاني جات في انفال للسيد حمد بن سالم بن نصر العامري، المركز الثالث هذا هو المرعب، محمد بن نطر بن محمد بن دحروي العامري، العامري ثلاث سيارات في رصيده، يضيف الشداد ويضيف السيارة الرابعة سلالة مشغل وانتاج المختبر. الله 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 الله، هذا هو ايضا المرعب، المرعب. سلام بقول سلام، سلام مرغم، سلام مرغم، سلام سلام مرغم، سلام على هذا الفوز والانتصار. هذا هو المرعب، هذا هو المرعب، وهذا هو المختبر ايضا ينجح في اختبار شوط الشداد. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمحمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري على هذا الفوز والاداء الكبير. تهانينا والناموس. المركز الثاني مرعب، سالم بن راشد بن حمد النيادي. المركز الثالث طاغي منصور بن رملي بن محمد العامري. الله الله يا جباره الله، مسلم بن قنزول بن حمرور العامري، والوصول ايضا الخطورة الكبيرة، الخطورة الكبيرة من حاف، الخطورة الكبيرة من حاف، من حاف يا سلام جباره، من حاف من حاف وجباره. بسم الله ما شاء الله، الانطلاقة القوية، الانطلاقة القوية من هذا الاسم الكبير. ها هنا من حاف من حاف من حاف من حاف من حاف، سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري. سلام سبحان، سلام سلام، التحية سلام، سلام يا الزرعي سلام، سلام يا سعيد سلام. هذا هو راشد وإنجازاته وتضميره ما شاء الله مع هذا الاسم، مع منحاف سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري. والمركز الثاني الوصول من جبار مسلم بن قزول بن حمرور العامري مع المركز الثاني. شطيط بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة، سيارتين في رصيدها، هذه على المركز الاول على الصدارة. المركز الثاني شعار بن يزرب، على المركز الثاني، على المركز الثاني صمت الصغير بن علي بن يزرب العامري، غير الى المركز الاول. صمت 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 ومشكور يا سعيد بن صغير بن يزرب العامري، هذه صمت اهدد ناموسا صباحيا لمالك هذا الشعار مع هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك صمت الصغير بن علي بن يزرب العامري على فوز صمت بالمركز الاول وحصولها على السيارة. تهانينا والناموس. غادر غادر بن قنزول لناموس هذا الشوط للفوز للابداع. اسعد الله صباحك، اسعد الله صباحك من قدم لنا هذا الاسم العملاق الطاغي سيف بن مسلم بن قنزول العامري. سلام زاخر سلام، سلام العين سلام، سلام مصانع القلوب سلام على هذا الفوز والانتصار. غادر بالفوز بالناموس، مشكور يا ابو مسلم سيف بن مسلم بن قنزول العامري، اسعدت صباحا على هذا الفوز والانتصار والانفراد الممتاز. سلالة شاهين ها هي عوايدها. تهانينا والناموس للفوز والانتصار بالطاغي، تعود الملكية لسيف بن مسلم بن قنزول العامري. المركز الثاني وصل في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، الزعفران سالم بن محمد بن علي بن متعب الصعاق. المركز الثالث حسين
حسين بن محمد بن حمد آل صافية المري، أبناء المملكة ينتظرون هذا الناموس المميز. ولكن غازي على المركز الثاني، الله يا بن تريس، أحمد عبد الله بن تريس الظاهري، حذرت عن هذا الاسم منذ انطلاقة هذا الشوط. سلام يا المختبر، سلام يا بن تريس، عاشق سلالة غازي، يقدم لنا غازي أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري. سلام يا المختبر، وسلام يا على زاخر، على فوز غازي أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري. وسلاماتنا إلى ميدان الساد، المركز الثاني دائم الفوز، حسين بن محمد الحمد الصافي المري المركز الثالث. حمروت بالسلطان لك تبي، ما شاء الله صدرت الاوامر، الذيبة ونشره، والذيبة واللحظات الاخيرة، المعركة على مقدمة هذا الشوط، ونشره تنطلق بناموسي هذا الشوط. محمد بن حمروت بالسلطان لك تبي، سلام الهير، تحية واحترام، نشرة باعدت المسافة، تهانينا لمحمد بن حبروت بالسلطان الكتبي على فوز نشرة بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية الشحانية مع المركز الثاني سعد بن طالب بن سليم المركز الثالث، تصل فيه مشاهدينا متابعينا. إلى البداية هلولة، أعود هناك أيضا مع ذخيرة، وهناك اللي واصل ريمة وصلت مع جولة الأوامر النهاية. سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي هنا، الله، شوفوا العرض، شوفوا السرعة هنا أيضا مع البداية هلولة على صدارة هذا الشوط. يا سلام، مشكور يا أبو عبيد، مشكور يا المزروعي، مشكور على تقديم هذه النوعيات الجميلة مميزة هنا. سلام يا المزروعي، سلام يا ريمة، هناك ايضا على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني، لحظات الوصول هناك ايضا على ثاني المراكز، قوانين علي بن حمد بن محمد المري، بينما المركز الثالث الأول عندك يا بن قنزول، المركز الأول والصدارة مع سيف بن محمد بن قنزول. المركز الثاني، هناك الدخول، هناك التسلل مع مبارك بن محمد بن سالمين المنصوري، رأي العشوة وبن قنزول، بن سالمين وبن قنزول، يا من له الناموس، النقطة غير في الوزبة وفي أقوى المهرجانات. سلام يا زاخر، وتهانينا لك يا بن قنزول بالفوز. المركز الثاني اللي وصل مبارك محمد بن سالمين المنصوري، المركز الثالث، الذي وصل السناوي لمحمد بن حمد بن محمد الحسنى. بكل قوة، يا سلام والتحديات جميلة، ولكن الصدارة مع راهي، راهي على الصدارة، راهي على المقدمة، راهي على المركز الأول، والعدملي راهي، والعدملي قادم، العدملي لسعيد بن محمد بن سعيد بن علي السويري القادم بكل قوة، ولكن راهي على الصدارة، راهي على المقدمة، راهي على الفوز، راهي على الناموس. تهانينا لهنا، لغالب بن سلطان بغالب المنصوري، وسلام، الوثبة، على هذا الأداء المميز الجميل راهي، غالب بن سلطان بغالب بن سلطان المنصوري، تهانينا والناموس. العدمني في المركز الثاني لسعيد بن محمد بن سعيد بن علي الصويري، وهنا الوصول.
ابراهيم، راشد بن عبيد بن علي بن رشيد الكتبي. الله يا الاسم القادم، هذه الشاهنيه، سعيد بن محمد بن دعيفس الشامسي. ولكن اثاره وشواهين تنطلق بشوط الاثاره، تنطلق بهذا الشوط المميز اثاره. الله، سلطان بن محمد بن سيف المنصوري تعلن بانها هي اسم قويا وخطر بهذا الشوط، وتعلن بانها هي الاسم الاجدر للموقع الاول. شوف الاندفاع بالامتار الاخيره، تهانينا والناموس لسلطان بن محمد بن سيف المنصوري، والتهنئه موصوله لحمود بن محمد بن سالم لهيبي مضمر اثاره. هذه لحظه وصولها الى خط النهايه، معلنه بذلك بانها هي بطله تتوج بهذه السياره. بينما المركز الثاني بشاير احمد بن يابر بن عبد الله الحربي. المركز الثاني نواتر، هذه الاسماء النادره في منافسه ثنائيه، في صراع ثنائي ما بين الاسمين المتقدمه والقادمه على المركز الثالث، الواصله بهذه اللحظات المتقدمه حضور رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري قادم على المركز الثالث. ولكن نوادر على الصداره، نوادر هي صاحبه الكلمه، حضور قادمه، نوادر صامده. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هذه نوادر، سلام يا القفاز، سلام على هذا الفوز المستحق، وعلى فوز نوادر على المركز الاول. تنتبه كان محمد بخيز بالصوب الكتب المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الكرام حضور لرشتان بن عبيد بن سعيد بن رشتان من المركز. سلام يا اللبسه، سلام يا هذا الشعار، العصا قوسم في الابطان بدون اي اوامر، انفراد كلي، انفراد تام بما تعنيه الكلمه. نعم، مياس واحمد بن مصبح بن عبود الغفلي، الله عليك على هذا الابداع. وكما قلت، ما هو غريبه على هذا الشعار، ما بغريبه عليه الابداع والانفراد والتالق. نعم، انطلق راس وانهى راس وانتزع السياره بجداره مستحقه وإبداع جدا مميز. أشكرك يا راعي مياس حمد بن مصبح بن عبود الغفلي. أما المركز الثاني فكان من نصيبه اللي هو شاهين سالم بن علي بن مكتوم لنابي. المركز الثالث محمد بن طالب بن عقيل روح. يا سلام يتجاوز من اختار مكان في الميدان، من اختار مكان على ظهر براق. المتابعه من الحذر هنا ايضا جابر بن محمد بن ناصر المري هو من يتابع براق. فهد بن محمد بن طالب بن عقيل استعجل يا بن عقيل، لانك قريب ال 200 متر الاخيره، ال 200 الحذر وهني براق والحذر. بن عقيل سلام نهني راعي براق فهد بن محمد بن طالب بن عقيل بن نابت المري، نهني على الفوز وعلى الناموس وعلى السياره. تهانينا والمبروك الثاني الحذر يابر بن محمد بن ناصر الغفران المري. المركز الثالث وصلنا عز الجيش مسعود بن محمد بن حمد بن محمد بن الجفران المري. مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع القوي والجميل غداره، محمد بن مبارك بن سالم بن نصر العامري يقدم غداره على المركز الاول الى السياره الى الجداره في هذا الانطلاق وهذا الاداء الجميل. تهانينا لبن نصر، تهانينا محمد بن مبارك بن سالم بن نصر العامري على هذا الفوز. شعار المفاجات، شعار الرموز، شعار يعرف الناموسي والفوز. تهانينا محمد بن مبارك بن سالم العامري على فوز غدارة بالمركز الأول. لحظة إلى خط النهاية. المركز الثاني مشاهدي الأعزاء وصلت فيه مطفية لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري.
الدوري على الصدارة، بالفعل ينتصر على البداية الأولى على المركز الأول. انطلقت شقرة، سيطرت على المقدمة للسيد محمد بن حمود بن راشد المنصوري. سلام يا المنصوري، سلام سلامي على هذا الفوز والانتصار بهذا الشوط. تهانينا للسيد محمد بن حمود بن راشد بن سالم المنصوري على فوز شقرة بهذا الشوط. لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز والانتصار، متفوقة مشاهدينا الكرام بهذا الشوط. لحظات وصولها إلى خط الأمان، تهانينا لمحمد بن حمود بن راشد المنصوري المركز الثاني شعار بن عميرة اللي انضمت فيه مشاهدينا الكرام، اللي هي دلمة لسيد محمد بن حمد بن مطر بن عميرة المركز الثالث. روح مع الشوط، بدأ يبعد المسافة. الله الله، وين أربع غازي تقول زارق السريع على طمان الموج والموج الرفيع. السلامات تتجه إلى المملكة، إلى المملكة. المختبر المختبر، سرارة المختبر، سرارة غازي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سلام المملكة سلام، والسلام يتجه إلى مالك غازي راد بن طالب بن راد الفهيدة المري المري. تهانينا تهانينا والناموس والانتصار على الفوز المركز الأول واقتناصي سيارة هذا التحدي بجدارة وتميز وإبداع مثير. المركز الثاني كان وصول رعد حسين بن سيب الراضي المحرمي، أما المركز الثالث أنا مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات المثيرة. وتابع اللي ينطلق في هذه اللحظات، يا سلام ديباوي لعبد الله بالشامس بن عتيق العامري، غير مع الأمتار الأخيرة، انطلق مع 300 متر الأخيرة. والسلامات مباشرة من ميدان الوثبة، من ميدان عاصمة الميادين إلى أبناء الهير. سلام للهير، سلام سلام، واشكرك المغامر على هذا الأداء المميز مع ديباوي لعبد الله بالشامس بن عتيق العامري. ومشكور يا عزيز اليحافي على هذا الأداء المميز مع انطلاق الدباوي لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس المركز الثاني. وصل الشقة متابعينا الكرام لعلي بن طالب بن علي آل نابت المري. العامري النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. السلام يذهب إلى الهير، الله الله، والمضمر عزيز اليحافي مع 300 متر الأخيرة. سلام يا اليحافي، سلام يا الهير، مع صدمة ناصر بن شامس بن عتيق العامري. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا العامري. والنقطة الثانية في الفترة الصباحية، تهانينا والناموس. وهنا لحظة وصول صدمة بالمركز الأول ناصر بن شامس بن عتيق العامري، المركز الثاني ثاني المراكز. المركز الثاني صالح بن جمع مبارك المركز الثالث. ثالث المراكز كان وصول مقولة ناصر بن سالم بن مرة العامري. المركز آخر، ولكن أرصد المركز الثالث اللي وصلت محتارة على المركز الثالث، سيب بن هلال الحليلي. ولكن الفاتنة أخذت حقوقها المنهوبة، الفاتنة والحسناوي اليحافي والحسناوي. السلام وين؟ التحية وين؟ حاير طاير. ولكن فتنت الفاتنة مع السيارة والانتصار. سلام تحية واحترام لمالك الفاتنة على فوزه وانتزاعه للسيارة. تهانينا لصالح بن محمد بن حميد اللي حافي المركز الثاني، من وصل على المركز الثاني. الزعبي على المركز الثاني. سلام
يا سلام نتجه للخبراء في عربة النغل. أين يتجه السلام؟ وين تروح التحية؟ مع كنترول لأحمد بن سعيد بن غدير بنسلم إلى نزوة. سلام يا نزوة سلام، وسلام يا الشاعر. مشكور يا الشاعر على هذه المنافسة الشيقة والانفراد، السيارة والسويت والزعفران والتتويت، وجهز بالفعل القصيدة وجهز أبياتك الجميلة يا الشاعر. تهانينا تهانينا من أعماقنا لمالك كنترول لأحمد بن سعيد بن غدير الاكتبي، تهانينا من الأعماق. وسلام يا نزوة سلام. المركز الثاني اللي وصل واحتل المركز الثاني مشاهدينا الكرام اللي هو بالفعل السهم لمحمد بن ناصر بن سعود الشافي، والمركز من حاشة للسيد محمد بن خليفة بن سعيد المسافري. المركز الثاني الشاهنية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث للسيد حمد بن راشد بن راية المري. ولكن نعود مع من حاشة، من حاشة والصدارة، من حاشة والمقدمة، ولكن القدوم يا سلام. سلام يا الغربية سلام، سلام يا الغربية سلام. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع الشاهنية، سلام للغربية ولمالك هذا الشعار. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الشاهنية وحصولها على السيارة مع ساعة وصوله خط النهاية، معلن الفوز والناموس تالينا والناموس المركز الثاني. من حاشة للسيدة عبد الله بن مبارك، للسيدة محمد بن خليفة بن سامري مركز. السبوسي وبقية المراكز خلونا مع مقدمة الشوط مع بشاير 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 حق مصلح بن محمد بن مسفر اليومي. هو لا زال على الصدارة، لا زال على المركز الأول، ولكن حدث حق مكتوم بن الشيب السبوسي يتواجد على المركز الثاني. ولكن سلام بشاير سلام، سلام بشاير سلام. المصلح بن محمد بن مسفر اليومي، تهانينا والناموس لأهالي المملكة مناسبة فوز بشاير وحصولها على المركز الأول. المركز الثاني حدث حق مكتوم بن الشيب السبوسي. أما المركز الثالث أيها الأخوة، المركز الثالث حامل رقم 29، المركز الثالث أيها الحفل سوري بن حمدش أيضا وصل في هذه اللحظات. المركز الثالث هناك، المركز الثالث القدوم ما شاء الله تبارك الرحمن. احتفال احتفال وصلت، احتفال احتفال ما شاء الله. ولكن العودة العودة مع شامة 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 شامة. ولكن هناك في هذه اللحظات الشاهنية، الشاهنية أحمد بن علي بن حمد اليحافي اليحافي طار بناموس هذا الشوط، طار بناموس هذا الشوط. والسيارة أسعد الله صباحك، تهانينا والناموس لأحمد بن علي بن حمد اليحافي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك أيضا، المركز الثاني احتفال حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز السبوسي على الصدارة، مكتوب بن شيبة السبوسي، ولكن المركز الثاني جمايل فيصل بن محمد بن مبارك الغادي في هذه اللحظات المري على المركز الثاني. المركز الثالث غيرت في هذه اللحظات على المركز الأول الذيبة، الذيبة 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 طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري والسلام إلى السلطنة مباشرة بانطلاقة الذيبة. سلام إلى الأبيض، سلام إلى الأبيض سلام. تهانينا والناموس لمالك الذيبة طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري النقطة الثانية في هذا الصباح. المركز الثاني، المركز الثاني مكتوم بن شيبة السبوسي، والمركز الثالث